هل الكتاب ده والروح دي خليتك اكثر قدرة على المقاومة، اكثر قدرة على عدم الاستسلام؟ لان هو الحقيقة الاستسلام بيبقى اختيار، صح. فانت قررتي اخترتي عدم الاستسلام. لا فعلا، كنت بتفكري في ايه وبتتكلمي في ايه وبت اول حاجه واكتر حاجه فكرت فيها لما عرفت الخبر، بعد الانكار وليه انا ومعرفش ايه، ابتديت احسبها بسن احفادي. لا دول ما يعرفونيش خالص، دول سنه وسنتين وحاجات كده. طب هيفتكروا جدتهم ازاي؟ مين اللي هيحكي لهم عليها؟ مين اللي هيقول لهم؟ فبقيت احسبها، هم مثلا يقول لي فاضل سنتين مثلا او ثلاثه، وانا اقول لا ده هيبقوا عندهم خمسه، ده هيبقوا. فابتدى الدافع عندي هو ان انا مش عايزه اضيع وقت من غير ما اقضيه معاهم، اشبع منهم واحضنهم وابوسهم والحاجات دي كلها العاطفيه دي. فده كان الدافع الاولاني. الدافع الثاني، انا ما كنتش عايزه ادي بناتي ولا احفادي انطباع بان يعني جدتهم مستسلمه ومش همامها انها يعني، لان الفراق بيبقى انك تفكر فيه بيبقى مساله صعبه. فدي الحاجات اللي فكرت فيها الاول وخلتني اتعلق بفكره ان انا مهما اكون متضايقه او كده، لا كل يوم هو يوم في حد ذاته، وربنا كل حاجة بإيد ربنا في الآخر. الواحد بيعمل اللي عليه، بيحاول يسعد اللي حواليه، وبيحاول هو كمان يبقى سعيد، والباقي مش بإيدنا. طب عايز اسال حضرتك سؤال، اللي حضرتك بتقوليه ده انعكس على نتائج التحاليل بتاعتك؟ يعني في الوقت ده؟ لا هقول لحضرتك حاجة، هو أنا الحقيقة الأربع سنين دول كانت مرتين بس اللي طلعت فيهم نتائج التحاليل كويسة، لكن كان برضو الدكاترة شايفين ان يعني المفروض احنا عدينا بقى السنين، يعني عدينا الوقت اللي بنقوله لك. انا فاكره حتى ان الحاله كانت متاخره في الاول قبل العمليات لما كنت بعمل الكيماوي في مصر، فسافرت في فتره عيد كده، خدت رأي في لندن، وبعدين الولاد دوروا منهم يعني مدرسه الماني اساسا، دوروا على حته في حاجة في المانيا. ألمانيا. الراجل مثلا بتاع لندن قال لي لا انت قدامك تعملي العمليه وتاخدي الكيماوي وفتره سماح سنتين، هيرجع لك المره الثانيه وفي المره دي هيقضي عليكي ملهاش حل. أما الإنجليز لا يعني لا 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 صعبين. قوي قوي والله، لدرجه ان انا كانت معايا بنتي الكبيره اللي هو قاعدين قدامه، طب حياتك عايزنا بعد الكلام ده نقول لك ايه؟ يعني مفيش حديث. يعني حتى بنتي قالت له طب لو تاكل ايه؟ لو تشرب ايه؟ قال لها مفيش حاجه تعملها، هي كده الفتره كده. فلما رحت لدكتوره تانية وقالت لي مثلا لا وانت شكلك ما فيكيش الاعراض بتاعت لان هو نوع خطير من السرطان، ما فيكيش الاعراض دي، احنا طبعا بنفرح باي حاجه، خصوصا الدكاتره في مصر دايما يقول لك انت زي الفل، اللي هو نوع من رفع المعلومات ايوه، المبالغ ما هو دي فيه. مدارس على فكره، يعني مدرسه بتشجع المريض ومدرسه تانية بتقول لا مصارحه ايوه المريض بما يتصوره الطبيب، صح صح مش صح بما سيحدث. ما انا ما كنتش بقى متعوده على دكتوري هنا لما كنت باخد الكيماوي، اللي هو كل ما يشوفني يقول لي زي الفل يا ست نائبه زي الفل. فحتى مره قلت له هو حضرتك دي عياده اسنان مثلا او حاجه تانية؟ يعني زي الفل ازاي؟ فلما رحت للدكتور الانجليزي ده، عارف احنا الواحد يتكسف، انا عايز اساله السؤال بتاع طب انا فاضل لي قد ايه، بس مش عارفه اجيبه ازاي عشان ما اعيطش. فقلت له، افتكرت بقى الافلام الامريكاني، فقلت له اصل انا ورايا امور ماليه واوراق لازم ارتبها، فانا قدامي قد ايه؟ راح قايل لي بقى الكلمتين بتوع السنتين دي. فحتى بنتي بعد ما مرينا الفتره دي قالت لي انا استغربت قوي، امور ماليه ايه؟ انت ما عندكيش خزنه حتى في البيت؟ قلت لها انا مش عارفه ادخل له ازاي بحيث اسال السؤال ده. فالماركرز الدلالات الاورام ما اتحسنتش، لكن انا كمان اتلخمت الاربع سنين دول بعد ما عملت العمليه الاولانيه وخلصت وخدت العلاج الكيماوي، قلت طيب لما يخلص بقى العلاج الكيماوي قدامي سنتين حليني بقى، افضل انا بقى اشوف مع احفادي وشغلي والمجلس وما اعرفش ايه. ففجاه بعد شهور ما خلصت العلاج بعمل بالصدفه تحليل، فطلعت تاني. فرحت الدكتور بقى هنا في مصر، قلت له مش هسافر تاني، انا عايزه بقى حتى لو كان ده قدر ربنا اخواتي بقى حواليا، ويعني ابقى في بلدي يعني ابقى مطمنه كده. فلما رحت للدكتور بقول له ازاي يا دكتور، هم قالوا لي في سنتين سماح، قال لي ما هم فاتوا. قلت له لا فاتوا ازاي؟ فقال لي ما هم بيتحسبوا من ساعه ما تبتدي تاخدي العلاج. قلت له لا لا
زي ما يكون جوزي كان بيقول لي انت بتعملي ايه؟ قلت له لا 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 انا ما حسبتهاش كده وما ينفعش تخلص ما ينفعش يبقى خلصت دلوقتي. حتى هو قال لي لازم نعمل العمليه دلوقتي، فانا قلت لا هجرب كده، قال يعني بقى هشرب ميه كتير واعمل الحاجات الصح، فاضطريت ادخل اوضه العمليات تاني. فدي برضو كانت تجربه اصعب بقى من الاولانيه. ليه؟ لانها اكدت اللي كان الراجل الانجليزي اللي انا ما حبيتهوش ده بيقوله، اكيد المخاوف. ايوه خالص خالص. وبعدين حتى لما هم عملوا لي نوع من العلاج كده ما بيتوافقش عليه في انجلترا ولا في المانيا، نوع من رش العلاج الكيماوي كحل اخير يعني، يشيلوا بقيه الحاجات وبعدين يرشوا بقى علاج كيماوي مكثف يعني يطهروا يعني. ايوه اللي هو هنقفل بعده وملكيش حاجه عندنا كده، اقصى اللي عندنا. فحتى لما طلعت من العمليات فالدكاتره برضو ساعات تفلت منهم حاجات كده، فبقول لهم لا الالام برضو فظيعه، فبقول لهم، فالدكتور منهم قال لي انت تحمدي ربنا احنا ما رضيناش نقول لك ان العمليه دي بيبقى كان قطر ست حديد عدى عليكي. يا ساتر. والله العظيم. وعاده الكبد بي بي بتسقط وظايفه والكلى بتبصق. قلت له خلاص ما تقعدش تتكلم. ايوه. طب حضرتك شايف ايه حالتي وتحاليلي شكلها ايه بعد العمليه؟ وربنا يعني الحاجات لسه بتكتشف. فكنت خارجه من العمليه الثانيه اللي هو سيبوني في حالي بقى محدش يقول لي اي تعليمات يعني. جت ساعتها بقى حكايه المستشفى يعني الشغل ده. اتصل واشترك في باقة ألفا متوفرة منفردة او مع باقات اخرى من OSN.